تكثف الشرطة التركية عملياتها الأمنية ضد مهربي المهاجرين، وهم الذين تراقب القوى الأمنية تحركاتهم خصوصا في المناطق الحدودية. أشبه بعمليات مكافحة الإرهاب، تنفذ الشرطة التركية مداهماتها وتسعى للقضاء تماما على خطوط التهريب العابرة من تركيا أو المستقرة فيها. لن نسمح للمهربين بالتقاط أنفاسهم. ستبقى عملياتنا الأمنية في 81 ولاية مستمرة. هم الذين يعطون الجرأة للمهاجرين لدخول البلاد. باعوا الأوطان. وبحسب إحصائيات أمنية، فقد نفذت تركيا ما يصل إلى 7600 عملية أمنية ضد المهربين، اعتقلت منهم ما يصل إلى 4500 شخص، بما فرضت تتبعا أمنيا على آلاف المتهمين. ووفق وزارة الداخلية، فإن عدد الأجانب المقيمين في تركيا 4.5 مليون تقريبا، أكثر من 3 ملايين منهم من أصحاب الجنسية السورية، تحت ما يسمى في تركيا بالحماية المؤقتة. وتهاجم عدد من أحزاب المعارضة الوجود السورية في تركيا، وتطالب الحكومة بطرد المهاجرين السوريين بالأخص نحو بلادهم، فيما تقول الحكومة إنها ستضمن عودة طوعية للسوريين وتتعقب المهاجرين المخالفين للقوانين. ربيع الصعوب، المشهد، اسطنبول.